سفر الخروج إصحاح 4 ورح نقرأ من الآية الأولى. أجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال: اطرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض وصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى: مد يدك وامسك بذنبها. فمد يده وامسك به، فصارت عصا في يده، لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله أبائهم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ثم قال له أيضا: أدخل يدك في عبك. فأدخل يده في عبه، ثم أخرجها، وإذا يده برصاء مثل الثلج. ثم قال له: رد يدك إلى عبك. فرد يده إلى عبه، ثم أخرجها من عبه، وإذا هي قد عادت مثل جسده. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة، ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة، فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. الآية 10. فقال موسى للرب: استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام، لا من أمس ولا من أول أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب: من صنع للإنسان فما؟ أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى؟ أما هو مكتوب أنا الرب؟ فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. فقال: استمع أيها السيد، ارسل بيد من ترسل. فحمي غضب الرب على موسى وقال: أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم أنه هو يتكلم، وأيضا ها هو خارج لاستقبالك، فحينما يراك يفرح بقلبه، فتكلمه وتضع الكلمات في فمه، وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعون. وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فما، وأنت تكون له إلها، وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات. آمين. لنصلي. أيها المبارك القدوس، نسألك باسم يسوع أن تكلم أرواحنا وأذهاننا حتى نفهم ما يقوله الروح للكنيسة. مبارك أنت، مبارك اسمك. أعطينا يا رب نستوعب كلامك، أعطينا يا رب نفهم مقاصدك لحياتنا، حتى يتمجد فينا يسوع المسيح، مبارك اسمه إلى الأبد. آمين. آمين. شوفوا، قرأنا من الآية الأولى لما ربنا عم بيدعو موسى ينزل لمصر. شوفوا هذا بالإصحاح 13 الثالث والآية 10، بقول: هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. الله عم بطلب من شخص مهمة صعبة جدا جدا جدا. ولكن نحن بنعرف إنه موسى ابتدى يستعفي، ابتدى يطلع حجج للرب حتى ليه ما يقدر يذهب. ومنشوف الآية الأولى لما أجاب موسى بول وقال: لكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر، لم يظهر لك الرب. نجد الرب يقول لهم: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. الله بيسأل موسى: يا موسى، ايش هاي اللي معك؟ مش الله ما بيعرف ايش مع موسى، تري انه موسى مش عارف ايش معه. قال له: معي عصا. قال له: زدها العصا على الارض. فزدتها صارت حيه، صارت حيه. امرات نحن بنشعر وكأنه الله وضع علينا مهام صعبه، صعب نعملها، ونبدأ نلاقي حجج ونبدأ نلاقي أسباب لأنا مش قادر أنفذ خطة الله في حياتي. ولكن الله يسألنا هذا السؤال: إيش معك؟ إيش معك؟
أمرات نحن ما كنش عندنا وعي وإدراك للنعم والبركات اللي أعطانا إياها الله. موسى كان حامل العصاي حسب التقليد يمكن مورثها من جد جده، ما بنعرف. من زمان كان يورث العصاي من أب لابنه 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 لابنه، ما بنعرف، يمكن حتى لقاها ما بنعرف، بس كان كل يوم يحملها العصا ويطلع يرعى المعزة وما فيش إلا أي همية. لحديت ما الله قال له شو اللي معك؟ قال له معي عصا، ما يعني فيش إلا أي مية. قال له طيب ألقي هالعصا على الأرض، فتحولت هالعصا اللي ما فيها روح ما في منها فايدة يمكن إلى حي مخيف لدرجة حتى تكون آية لموسى. والرب بيسألنا اليوم نفس السؤال، شو اللي بإيدك يا أخ؟ شو اللي معك؟ هل أنت ملاحظ أو هل أنت تلاحظ نعمة ربنا وبركاته اللي أعطانا إياها؟ أم نحن مش قادرين نستوعب مواهب الله وعطايا الله وبركات الرب لإلنا زي ما صار مع موسى؟ الله ما سأل سؤال حتى موسى يجاوبه، الله سأل سؤال حتى موسى ينتبه لوضعك. وأنا بدي إياك يا أخوي وبدي إياك يا أختي اليوم، إذا سألك الرب هذا السؤال شو اللي معك؟ شو اللي معك؟ افتح هيك إيديك وبلش قول الله باركني، الله أعطاني شغل، الله أعطاني صحة، الله أعطاني مرة وولاد، الله أعطاني بيت، الله أعطاني عقل، الله أعطاني مواهب، الله أعطاني، الله أعطاني بهدول الله أعطاك ياهن، الله بديك ولك هدول اللي معك. الله أعطاك حكمة، الله أعطاك جسم، الله أعطاك صحة، الله أعطاك توقف وتروح على الشغل كل يوم الصبح، بهدول الله بدي يرسلك ويستخدمك. ما تحاول تقول ما عندي ما عندي، يمكن الله ما باركنيش زي الأخ فلان وزي الأسيس فلان، أنا ضعيف. صدقني باللي معك الله قادر يستخدمك. قول معي آمين. ولكن موسى لما بلش ربنا ينادي عليه، شوف شوف كيف جاوب الرب الآية 11 من إصحاح 3. قال موسى لله من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ شايف؟ من أنا؟ أنا موسى يعني راعي غنم 40 سنة بالصحراء، بدك أنا أروح عند فرعون؟ هذا الملك العظيم كل شعوب الأرض بتابه، أنا أروح وقف قدامه وأنا زي صعلوق صغير؟ شايف كلمة من أنا؟ أول عائق للإنسان أنه يتمم أمور الله أنه إبليس بيقنعنا أنه ما فيش إلنا قيمة. قول أنا إلي قيمة بالمسيح، قول معي أنا قيمتي في المسيح. ما تقول مين أنا؟ كمان شوي رح نتعلم أكتر تعرف مين أنت، ولكن من أنا حتى أذهب إلى فرعون؟ وانتبه إلى هاي الكلمة الثانية. شوف الآية 11، أمين؟ شوف الآية 13. فقال موسى لله أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله أباكم أرسلني إليكم، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ مرة أخرى مرة أخرى نجد موسى بيتكلم. شوف شوف الآية 11، قال موسى لله، آية 13 قال موسى لله، آية 1 من إصحاح 4 أجاب موسى، آية 10 قال موسى، آية 13 قال استمع. يعني كل الوقت موسى عم بيحكي 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 ومش معطي فرصة لله يحكي. وهذا كمان بيكون مشكلة أمرات نفهم إيش الله بده يتكلم لإلنا لما نحن منصير نقرقر بالعربي البسيطة. مش قال موسى قال موسى، خلي يقول الله. وصدقني لما الله بيحكي كل حياتنا بتتغير. خلي الله يحكي وشوف كيف بيعمل عجائب بحياتك. أعطي فرصة لله يتكلم. أول شيء بلش يقول مين أنا، مزبوط؟ تبعتوا هالآية؟ ولكن زي ما قال له الرب لموسى ما هذه التي في يدك، يعني الرب قال له لموسى إيش اللي عندك، مش تقول إيش أنا مين أنا، اسأل حالك إيش اللي عندك. ومهم تعرفوا يا أخوتي إيش عنكم. بتذكر الكتاب لما بيخبرنا عن بطرس لما دخلوا على الهيكل وكان في مشلول على باب الهيكل بيستعطي، صار يطلب من بطرس يشحر، بده مصاري. نظر إليه بطرس تفرس وقالوا ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي إياك أعطيه.
باسم يسوع الناصر قم وامشي. فبقول الكتاب فوثب الأعرج أو المفلوج وقام يمشي. قال أنا ما معي فضة ولا معي داب، بس اللي عندي بعطيك إياه. شايف الإنسان المؤمن بيعرف إيش عنده وبيعرف إيش ما عنده. أنا ما عندي فضة وذهب، بس عندي اسم الرب. وهيك موسى، ما هذه التي في يدك؟ إيش عندك يا موسى؟ أنا معاي عصا. كمان شوي رح نشوف عن العصا هي كيف الرب يبدأ يستخدمها. شوف قرأنا بالآية 13 كيف لما موسى بيتكلم كمان دور وبقول ها أنا أتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إلى أباكم أرسلني، فماذا قالوا لي؟ ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ يعني بقول يا رب أنا مش بس كمان معيش إمكانيات، أنا كمان بعرفش مين أنت. مزبوط ولا لا؟ أنا بعرفش مين أنت، وكأنه أنا يعني معرفتي قليلة، بدك أنا اللي بعرف عنك شوية صغير حتى مش عارف اسمك، بدك أروح أطلع شعب بعد مليونين ونص رجل أطلعه من مصر من عند فرعون أي المملكة العظيمة المخيفة كل الناس بترتعب منه، طب أنا مش عارف مين أنت. هذا كمان سبب أنه نحن ما عندناش المعرفة. صدقوني يا أخوتي، حتى الله يستخدم إنسان مش راح يستخدم ذكائك، ولا راح يعتمد على الشهادات اللي معك، ولا راح يعتمد إذا كان أنت بتعرف كتير ولا بتعرف قليل. الله لما بدي يستخدم إنسان بيستخدم أناء هيئ نفسه كان مكسور أمام الرب، قال لي يا رب استخدمني أنا حاضر. طهر نفسك للرب، الله بيستخدمك. والكتاب المقدس يا أخوتي بكل وضوح بيعلمنا أن الله بقول في كورنثس الأولى الإصحاح الأول والآية 26 بقول فانظروا دعوتكم أيها الإخوة، أنا ليس كثيرون حكماء حسب الجسد. طلع علينا مش كلياتنا هنا كلياتنا بروفيسورات، وهيك كان بأهل كورنثوس. افتحينا كورنثوس الأولى 1:26، وليس كثيرون أقوياء، مش كلياتنا هون أبضيات زي الأخ جميل، نحن مش كلنا زي الأخ جميل. وليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، وليس كثيرون شرفاء. يعني نحن مش نبلاء، مش جماعة اللي معنا مصاري وعنا قلعة وعنا أراضي وعنا خدم، لا لا لا، مش نحن مش هيك. ليه؟ لأنه بقول هيك اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم، اختار الله إيه؟ أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود. اختار الله المزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود. ليه؟ لكي لا يفتخر كل جسد أمامه، ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي لنا صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب. إذن الله اختار مين؟ ما اختار الحكماء، ما اختار الشرفاء، ما اختار الأقوياء، بل اختار الله جهال العالم. موسى ما تقول مين أنت يا رب، ما تقول ما بعرف، لأنه الله لما بدي يستخدم إنسان الله بيستخدم الجاهل وبيجعل منه حكيم، الله بيستخدم الضعيف وبيجعل منه قوي، الله بيستخدم أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود لكي يبطل الموجود. كله هذا ليه؟ عشان ما يكونش المجد لإلنا. لما الله بده يستخدم واحد ذكي كتير كتير بقول على ذكاء اعتمدت، لما الله بده يستخدم واحد أبضاي بقول على قوتي اعتمدت، لما الله بده يستخدم واحد معاه مصاري كتير بقول على مصريات اعتمدت، ولكن لما الله بيختار الضعيف، لما الله بيختار الجاهل، لما الله بيختار المزدرى وبيستخدمهم بيخزي كل الحكماء، بيخزي كل الأقوياء، واسم الرب يتمجد. وإسا أقوله أمين أمين، مبارك اسم الرب. فما تقول يا موسى لست أعرف اسمك، أو لست أعلم، أو لست أعلم ما اسمه، فماذا أقول له؟ مبارك أنت يا سيد الرب. شوفوا بالآية 4، بالآية 4 والآية الصحة الأربعة والآية الأولى سوري. شوف أجاب موسى وقال ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي. موسى إيش عم يساوي؟ عم بعطي حجة للناس مش رح ترد عليه، أو ليه مش بيقدرش يعمل إيش الله طلب منه يعمل. فقال له للرب هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي بل يقولون لم يظهر لك الرب. يعني وكأنه موسى عم بيقول إنه أنا مش موضع ثقة،
أو صدق حتى الناس تصدقني. أنا مش واحد بتصدق يعني بدي أروح قدام الناس رح تكذبني تقول لي أنت كذاب، أنت ما عم تحكي أشياء مش مظبوطة، أنت عم تهدي، أنت عم تحكي أشياء. أنا مش شخص موضع ثقة. ولكن لو جابوا هيك أمير والأمير قال لهم كل ياتكو إسا الله رح يطلعكم، واو معلومة، ده الأمير الفلان لازم نرد عليه مظبوط. لو إجانا رئيس دولي قالنا يا شباب ما تخافوا من الحرب إحنا في أمان، أكم من مرة قالوا ناي إحنا بأمان والصواريخ بتنزل على روسنا بتتذكروا، بس نحنا منصدق الناس اللي لهم قيمة بالمجتمع. وهذا موسى قال أنا شخص ما إلي قيمة، ما حدا رح يصدقني، وعشان هيك بقول وهم لا يصدقونني. شوف مش بس أنا ما فيش فيي قوة، مش بس أنا مش موضع يعني ما بعرف مين أنت يا رب، مش بس أنا ما عنديش إشي، كمان أنا ما مش موضع ثقة. كيف بدك أروح أعمل هذا الشغل؟ شوف بالآية عشرة، شوف بالآية عشرة من الإصحاح الرابع، قال موسى للرب استمع يا سيد لست أنا صاحب كلام لا من أمس لا منذ أمس ولا من أول أمس ولا حين كلمت عبدك. كمان سبب ليه أنا يا رب ما بقدر، لا بقدرش أعمل هاي المهمة لأني أنا ضعيف، أنا عندي مشكلة. ليه أنا عندي مشكلة؟ شوف لأني لست صاحب كلام لا منذ أمس ولا من أول أمس ولا من حين كلمت عبدك، أنا ثقيل الفم واللسان. كلياتنا بنعرف أنه موسى كان يعاني من هاي المشكلة، أنه كان لسانه تقيل، كان يتأتئ، ما كانش يعرف يحكي بطلاقة. تخيلوا لو واحد واعظ بيطلع مثلا بيحكي كل نص دقيقة كلمة صعبة مظبوط، أو يصير يقولنا الرب مظبوط الرب بده كلكم بتروحوا. مرة واحد جماعة عملوا مشروع هيك بده يوزعوا أناجيل في البلد، فقالوا يا أخوتي لكل بنادم نعطي كرتونة أناجيل، واللي بيقدر يبيع أناجيل لأهل البلد ويجيب المصاري للكنيسة عشان نظبط خدمة بالكنيسة يعني هذا راح يأخذ جائزة خلينا نقول. فكل الناس راح تتحاول تبيع عناجيل، مين بدي يشتري؟ لو قالوا لهم سيارات بيشتروا سيارات، لو بدي يشتروا بندورة بيشتروا بندورة، بطيخ بيشتروا بطيخ، أواعي بيشتروا كتير، مكياج أكتر وأكتر. أما عناجيل الناس ما بتهتم تشتري عناجيل مزبوط. مين بتفكروا الناس بيهتموا يشتروا عناجيل اليوم؟ لا بدنا ياتوا ببلاش مظبوط. الحديث احنا المؤمنين بنفكر انه الانجيل ببلاش، الانجيل مش ببلاش، بس الانجيل واحد تاني دفع حقه، بس ادوي مش انت او انا، بس هو مش ببلاش. فالناس دول راحوا يبيعوا اناجيل، ولا حدا قدر يبيع اكثر من كتاب كتابين. في واحد باع له شيء 30 40 50 انجيل باول يوم. جابوا هالاسيس قال له دخيلك شو السر انك انت قدرت تبيع على قد اناجيل؟ قال له بسيطه، انا كنت ادق على الباب اقول لا الزلمه اللي جوا بدك تشتري الانجيل ولا هقرا لك يا كله. قال له لا بشتري يلا خلص بس روح روح مزبوط. بدك تشتري الانجيل ولا اقرا لك يا كله مزبوط. وهذا موسى هيك مسكين، هلا روح اتقتله لفرعون شو بدي احكي علي. بس هيا انا بدي احكي شوي عشان نخفف الجو، بس الحقيقه موسى كان يعاني من نقص معين، هاي الحقيقه، فيه ضعف وكان يستحي. انا فيه نقص، مرات نحن نستحي من حالنا، انا مش يعني انا قصير او انا ناصح او انا ضعيف او انا فيش قوي او انا اصلع او انا مش متعلم او انا بعرفش اقرا واكتب او 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 منصير نلاقي في ضعف. صدق وامرات الواحد الوحيد اللي بيكون منتبه لضعفاتك هو انت، امرات الناس ما بتنتبه لهالاشياء، بس انت عايش في طريقه انك كل وقت فيك صغر النفس لأجل هذا الضعف اللي أنت بتشوفه حالك. يعني واحد متى بتقول أنا قصيرة أنا قصيرة أنا مش حلوة أنا قصيرة أنا قصيرة، تعرف الناس بهماش الأشياء، الناس بهماش كان أنت قصيرة ولا أنت طويلة، كان أنت رفيع ولا أنت أبصر. أي الناس الناس بتحبك عشان شخصك، صدقني الناس بحبوش الطوال ولا بحبوا القصار ولا بحبوا النصحين، ولا الناس بحبوا الناس اللي تنحب من خلال كلامها من خلال عشرتها من خلال عطاءها، بتصير رجل محبوب. بس هذا موسى مسكين انه كان يتأتئ، ومفهوم في هذيك العصور كان لازم الرجل يكون رجل ويعرف يحكي وعنده سلطة وعنده الأشياء. انا بدك اروح احكي قدام فرعون يعني حتى لو رحت بدك اقعد اتأتئ قدامه ما بليق. ولكن شفنا كيف موسى بتطلع على ضعفه، والرب بقولكم يا اخوتي
بلاش تتطلع على ضعفك، بلاش تتطلع على نقصك، بلاش تتطلع على الأشياء اللي أنت بتفكر حالك فاشل فيها أو نقصيتك. اتطلع على إيش بيقدر الرب يعمل فيك، لأنه الله ما بيهمه كل هاي المظاهر. الله ما بيهمه كل هاي المظاهر. مبارك اسم الرب. شوفوا الآية 13. قال: استمع يا سيد الرب، ارسل بيد من ترسل. فحمي غضب الرب على موسى. شو يعني ارسل بيد من ترسل؟ يعني قال له بالعربي الدارج: لقي لك واحد تاني، انا مش نافع. امين. انا مش نافع. لكن اخوتي، هاي هي الحفرة اللي بوقعنا فيها الشيطان، ان نوصل لهذا الوضع نقول للرب ارسل بيد من ترسل، انا ما بسواش. اكم من مرة الشيطان بيكلمك بقول لك انت ما بتنفعش، انت فاشل، انت بتضحك على حالك، انت بتضحك حتى على الرب، انت ساقط، انت ضعيف، انت مستحيل تقوم، انت ترجع لخطاياك كل الوقت، انت 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 انت. بيضلوا يذمنا حتى نوصل للوضع هذا، خلص انا بطلت اجي. كثير ناس بيقولوا يا اخي يوسف انا خلص ما بنفعش للايمان، ما بنف... مش لإلي الايمان، لان انا مش نافع. هذا كلام الشيطان يا اخوتي. ولكن الرب بيقول استخدم جهال العالم، ضعفاء العالم لكي يخزي الأقوياء. وكأن الرب بموسى، لموسى في الآية الأولى لما ربنا بيقول لموسى ما هذه التي في يدك، قال له عصا، قالت رحى الأرض فصارت حية. وكأن الرب بيقول لموسى بكلمات تانية: موسى أعطيني اللي معك وأنا بعطيك اللي معي. سمعينا الكلمة؟ ربنا بيقول لموسى أعطيني اللي معك عشان أعطيك اللي معي. إذا بتروح على الإصحاح الرابع وشوفوا هاي الآية، الآية آية 20، شوفوا آية 20: فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحامير ورجع إلى أرض مصر. خلاص إسا صار يرد موسى لأنه ربنا حمي غضبه عليه، خاف من الرعب، حمل حاله وين راح؟ على مصر. أخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض مصر. وأخذ موسى عصا الله في يده. قبل شوي قرينا بالآية الأولى والآية الثانية كانت عصا مين هاي؟ عصا موسى. اليوم صارت مين؟ عصا الله. هاي الأشياء اللي أنتوا بتفكروا هي ضعفات، اللي ما فيش إلى قيمي، مواهبك، مقدراتك، الأشياء اللي الله أعطانا إياها بشكل طبيعي حتى ما ننتبه لها، الله بده ياخذها من مواهب يوسف، من مواهب ستيف، ويحولها لمواهب الله. يستخدمك في بيتك، يستخدمك بين اولادك، يستخدمك في عيلتك، يستخدمك في بلدك. ولكن انت لازم تآمن انه الله بياخذ الجهل اللي فينا، بياخذ الضعف اللي فينا مش مهم ان احنا، وبيحوله لقوي، بحوله لقوي. يا اخوتي هاي كلمه الرب لنا. الله لما راح بعت صموئيل يدور على ملك لإسرائيل، وصال صموئيل، قال له الإنسان ينظر إلى إيه؟ ينظر إلى العينين، أما الرب فأنه ينظر لوين؟ إلى القلب. نجدها في صموئيل الأول صح 16. قال له الإنسان ينظر إلى العينين، نحن منتطلع على الطول وعلى الجمال وعلى العضلات وعلى الشهايد، ولكن الله ما بيهمه كل هذا، الله بينظر إلى القلب. وفي مرة أسيس قال، بتذكرها كنت بعدني مؤمن جديد، قال الله لما بيطلع هيك على كل بني آدم بيشوف قلوب. شوف قلبك بينبض فيه محبة للرب ولا قلبك مبرد ماكله الدود، فيش فيه ولا نوع الحب للرب، مشغول بأمور بعيدة عن الرب. شفتوا أمرات لما بتجيبوا الصدى؟ شفتوا النحاس؟ نحاس أمرات بلمعوه بصير يلمع زي الذهب، بس إذا بتخلوا نحاس فترة طويلة بتروحوا بتلاقي لونه صار أخضر، بني على أخضر، فيش إله مظبوط. بناخده بنروح عند النحاس بيلمعه بيرجع يلمع. هل قلبك هيك بيلمع؟ هل قلبك ملتهب؟ هل قلبك حار؟ هل قلبك مشتعل بالرب ولا لا؟ الله بينظر إلى القلب يا أخوتي. وعشان هيك أنا بدي أشجعك، ما تحاول تضع أمام الرب معوقات. شوف مزمور 78، رح أرى لكم آخر آية. مزمور 78 رح نقرأ مع بعض هاي الآية، آية جدا رائعة، تعال نقرأها مع بعض.
مزمور 78. شوف الآية 70. مزمور 78 والآية 70. واختار داود عبده. واختار داود عبده وأخذه من حضائر الغنم، من خلف المرضعات أتى به ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل ميراثه. منين اختار يعقوب؟ منين اختار داود؟ من خلف المرضعات أتى به ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل ميراثه. عم نحكي عن مين يا أخوتي؟ عن ملك. الله ما جاب داود الملك من قصور الملوك، الله جابه من بين المعزة، من خلف المرضعات أتى به. ولكن شوف الكلمات اللي بكتبها الكتاب، قال واختار داود عبده وأخذه من حضائر الغنم. الله جابه من الحضيرة إلى قصور الملوك، لأنه الله لا يبحث عن أناس تحيا في القصور ما فيها أي محبة للرب، ما فيها أي غير لعمل الرب. الله يبحث عن ناس قلبه بينبض في المحبة وفي الغير في نار وبيعملوا عمل الرب. مش مهم أنت ساكن فين، مش مهم مقدراتك، مش مهم مواهبك، ولكن شوف الآية بتقول واختار. هناك عملية اختيار. اختار داود عبده وأخذ من حضائر الغنم، من خلف المرضعات أتى به ليرعى يعقوب شعبه إسرائيل ميراثه. شوف الآية 72. فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم. فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم. هاي الآية بسيطة. ترى شو بتقول هاي الآية؟ إنه الله لما أراد يجيب ملك لإسرائيل ما فتشش على واحد ابن ملك، ما فتشش على واحد ابن أمير، ما فتشش على واحد ابن بروفيسور، فتش على واحد في عنده قلب. كيف منعرف عنده قلب؟ بقول أخذوا من وراء الغنم، من الحضائر. الكتاب المقدس بصموئيل بيخبرنا، الأول بيخبرنا لما صموئيل راعى عن شاول الملك وكان أخته هناك بالحرب، بيخبرنا الكتاب المقدس شافوا كيف الفلسطينيين هذول، يعني بالعربي مكتوب الفلسطينيين بس هي الفلسطينيين، حاربوا إسرائيل وكانوا غالبين، وكان في معهم جليات الجبار، ولو واحد من كل إسرائيل استرجى ينزل يحارب جليات الجبار. ولكن داود بيجي لشاول راعي معزة صغير هيك، ولد صغير، قال له أنا بنزل بحاربه. قال له شو رجال الحرب مش مسترجيني، أنت مين أنت؟ قال له هالقصة داود. قال له كان عبدك يرعى غنم لأبيه، فجاء دب وأسد وأخذ شاتا، فرقد عبدك وراء الدب وضرب الأسد والدب وأنقذ الشاة من فم الأسد. قال وهكذا يكون هذا الأغلف. قال له داود هذا الطفل الصغير أو الشاب الصغير رقد وراء دب وأسد عشان كرمال خروف رح يركض. أسد أخذ له خروف، يغرب. نحن شو بنقول؟ خليه يأخذه، أهرب بريشك. بقول الكتاب قال خرج عبدك وراء الأسد والدب وأنقذ الشاه. واحد بيعمل عمل من شكل ده، واحد عنده قلب، واحد عنده قلب الراعي. لما ربنا عاد يدور على راعي لإسرائيل دور على واحد عنده عرب. كيف عارف إنه؟ قال إذا بيعمل هيك بالخرفان أكيد رح يعمل هيك بشعبي، عشان هيك هذا البديات يكون الملك. مظبوط ولا لا؟ إسه بدي أقول لكم كمان شو معناها. بتعرفوا أن الله بيمتحن قلوبنا مش إذا بنوقف على المنبر وبنخرج الشياطين وبنرنم. الله بيمتحن قلوبنا بالأشياء البسيطة. مثلا تعرف إذا بتكون فايت على الكنيسة بتشوف مثلا في مي على باب الكنيسة، في ناس بيشوفوا المي بيطلعوا وبيعملوا هيك، نشكر الله رحت ما تزحلق. في ناس بيشوفوا المي بيروح لجوا بجيبوا ورقة وبنشفوها. بهاي الأمور الله بيمتحننا. الله بيمتحننا. مثلا أعطيك كمان مثال. مثلا خلينا نقول في شخص وقعت منه محرمي وطلعنا من الكنيسة وأنا شفت المحرمي، بقدر أقول بقلبي
طلع على الإخوة معفنهم بوقعوا محارم بالكنيسة، أو ممكن أمسك المحرمة وأخذها. بتعرف أن الله بيمتحننا بهي الأمور؟ إذا قلبك على بيت الرب بالمحرمة وبكوباية المي وبالكرسي اللي زايحة وبالباب المفتوح وبلا مأخذة، لما منترك الكنيسة منشرب قهوة، لما كيف منخلي الطاولات، كيف منروع على بيوتنا، كيف منسوي هذا الشيء؟ الله بهاي الامتحان بشوفنا، بشوف قلوبنا. بس كان بشوفنا إحنا بهاي الأمور منهتم، بقول هدول الجماعة بخافوا على بيتي فأنا بستأمنهم على إشي أكبر. مظبوط. الله بيستأمننا على الأولاد دول الصغار، شايفين أولادنا صغار، بيشوفنا كيف نهتم فيهم، بيشوفنا كيف نعتني فيهم، بيشوفنا قديش نحن ككنيسة منصرف ومنجتهد ومنسهر حتى دول الأولاد يكون إلن عمل. مين فيكم سأل مرة إيش بعملوا بأولادكم؟ تعرفوا إنه في لأولادنا برامج غير يوم الأحد؟ في عنا يوم الاثنين، وفي عنا يوم الجمعة، وفي عنا يوم الخميس، وفي عنا يوم الأربعة، في عنا برامج للأولاد وللشباب. كل هذا إيه؟ عشان أولادنا يكبروا ويجلوا الرب. تعرف إذا أنت بتهتم كمان تكون بركة لأولاد، الله بيقرأ قلبك، الله بيفحص قلبك، وبقول هذا بحب الأولاد أكيد رح يحب أهل الأولاد. مزبوط ولا لا؟ وهيك الله بيبدأ يشوف أمانتنا، الله بيبدأ يشوف أمانتنا بالعطاء، بالعطاء. الله بصير يشوف أمانتنا بالعطاء بالوقت. مثلا أعطيك مثال، لما بده الله يباركني يباركني يباركني، بشوف الله قديش أمين أنا بالاجتماعات، بصير يشوف الله قديش أنا بلتزم. تعرفوا يا أخوتي، في أخوي هون مرة بشوفهم مرة بشوفهمش، مرة بشوفهم مرتين بشوفهمش، مرة بشوفهم، يعني كل ما بيجي بقول أشكرك يا رب تهل الأمر علينا. في ناس تانين تيجي اليوم تيجي كمان سنة بتلاقيهم قاعدين على نفس الكرسي، وإذا واحد بقعد على كرسته بقول له قوم هاي كرستي، معليش أنا بدي هيك، بس منصير نعرفكم من كراسيكم. بس هذا علامة من هاي الناس تبتين. الله بيمتحن قلوبنا بهاي الأمانة كمان. مزبوط ولا لا؟ لأنك كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. فما بكفي بس نقول يا رب إحنا ما بنقدر وإحنا ما بنقدر وإحنا ما بنقدر زي موسى. الله بيقول لا، باللي عندك ضعيف كون أمين فيه، أنا بقدر أستخدمك. أمين، كون أمين باللي عندك، أنا بقدر أستخدمك.